حاول قضية قراءة الفاتحة قبل الخطبة، وأرادوا أن يتفقوا على الزواج يقرأ الفاتحة. إذا راح تهورني معك في التعبير السوري. لما قلت الخطبة إيه الخطبة؟ إيه؟ الخطبة. إيه؟ يقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة. إيه؟ بدون دفع أي مهر، ويمكن يتحدد أو ما يتحدد المهر. إيه؟ وتترك مدة واحتمال بعد ما يتم الزواج. في خلال الفترة هاي ممكن يحضر خطيب آخر للبنت ويقول بأن فاتحتها مجرية. فاتحة شو؟ الفاتحة مجرية يعني أنا معطيه. مجرية إيه نعم. هل هذه لها وضع في الإسلام صحيح ولا غير صحيح؟ نحن بالنسبة لقراءة الفاتحة حكم قراءة الفاتحة بعد الفريضة مثل ما بيقرأوا ثلاث مرات قل هو الله أحد قبل الصلاة، هذه ليس لها أصل في السنة. واضح؟ طيب، لكن أنا بهمني أني أعرف سواء قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، صار في خطوة هناك وصار في موافقة، وكما يقول بعض الفقهاء إيجاب قبول، ولا هي كتوطئة للخطبة الحقيقية. أيضا معناها ما صارت خطبة شرعية. فهنا إذا جاء خاطب ثاني لو كان يقرأ بالنسبة للخاطب الأولاني فاتحات عديدة لا يؤثر ما دام ليست خطبة شرعية. واضح؟ طيب في شيء غيره؟ في عندي ابني. نعم. في عندي ابني. الله يخلي لك يا. يسألني أي شهيد سقط دمه في الإسلام. شلون؟ أي شهيد في الإسلام سقط دمه. هاي والله حجرات حجرات في الجرائد والمجلات ما معتنيها فيها إلا بما وراها إلا التحذير، ما فيها علم. غياك. نعم. عليكم السلام.